بسم الله الرحمن الرحيم. هو اليوم ماشي مرافعة للدفاع في مواجهة النيابة العامة، على العكس كما تفضل به السيد الوكيل العام في آخر كلمته التي لم تكن مفروضة ولتكون مقررة، وإنما كانت فعلا في جو تسوده فعل المحاكمة العادلة وجو يسوده روح القانون وتطبيق سليم العدالة. نستبشر خيرا إن شاء الله تعالى في نظر السديد للمحكمة الموقرة في القول ببراءة مؤازرين من جناية التجار في البشر لانعدام عناصرها التكوينية. ناقشنا فقط ما هو مسطر قانونا، وناقشنا فقط ما هو مفروض قانونا كما سطره المشرع المغربي وحدده وجعل له عناصر تكوينية مفروضة محصورة لجناية التجار في البشر. بهذه القاعة هنا جناية واحدة داخل هذا الملف تتعلق بمتابعة للمثيلين أمام هذه المحكمة بجناية التجار في البشر، فكان قولنا الدائم طيلة 24 شهر أو 25 شهر في حدود يومه أنه لا جناية للتجار في البشر، لا للتازي ولأخ التازي ولمونيا بن شقرون أو من معهم من داخل هذا الملف. نستبشر خيرا في جرأة هذه المحكمة كما كان جرأتها دائما في جميع الأحكام التي تكون صادرة عن هذه الهيئة في هذه القاعة عن محكمة استئناف بالدار البيضاء، والتي دائما تكون أحكامها معللة تعليلا قانونيا وتكون قد استنفدت وقتا طويلا ومجهودا كبيرا حتى تكون هذه الهيئة قناعتها الوجدانية. نأمل خيرا إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل على الساعة الرابعة، حيث سوف تكون هناك آخر كلمة للمتهمين، ومن بعدها سوف يكون المداولة والمنقوب الحكم. نستبشر خيرا إن شاء الله تعالى، ونستبشر فيما قالته النيابة العامة أن أي حكم سوف يكون صادر عن هذه الهيئة سوف يرضينا، أي يرضي النيابة العامة وسوف يرضي الدفاع. ونشكر من خلالكم النيابة العامة التي شكرتكم طيلة هذه المدة على مواكبتكم لهذا الملف وعلى توجيهكم فعلا للتكوين القانوني المفروض أن يكون ويتسم به الرأي العام من خلال الملفات التي تكون رائجة بهذه المحكمة. ونشكر السيد وكيل العام على كلمته في حق الدفاع وعلى تنويهه للدفاع بالتكوين وتنويهه للدفاع على البحث الذي كان من داخل هذا الملف، والذي كان يأمل من خلال أن تكون هذه المحاكمة فعلا مسجلة بداخل هذه القاعة حتى تعتبر مادة تكوينية للدفاع والقضاء المقبل على هاتين المهنتين العريقتين. ومن خلالكم نتمنى من الله عز وجل ونرجو من الله عز وجل أن تنحو هذه المحكمة منح الدفاع والقول ببراءة مؤازرين من جناية تجار البشر، أولا لفائدتهم بما قضوا من الاعتقال الاحتياطي، وثانيا لفائدة المجتمع من خلال العناصر التكوينية وضبطها في جميع الملفات التي سوف تعرض مستقبلا على هذه المحكمة والمحاكم المملكة.